ما زالت الجهود المصرية مستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، حيث تسعى مصر لتدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وللمزيد من التفاصيل يطلعنا عليها من مطار العريش الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصرية. اهلا وسهلا بكم وبكل السادة المشاهدين. لازالت الجهود المصرية مستمرة في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة في تدفق العديد من المساعدات الإنسانية. نتحدث تحديدا من مطار العريش، هذه النقطة وهذه الوجهة التي لا زالت تستقبل كل من يريد تقديم المساعدات من الدول المختلفة. نتحدث عن أن مطار العريش استقبل حتى الآن أكثر من 180 طائرة من 29 دولة و15 منظمة، ولا زالت كل المساعدات تتدفق على مطار العريش. لكن اليوم تحديدا هو يوم هام في مطار العريش وفي معبر رفح أيضا لدخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ وبدء تطبيقها منذ صباح هذا اليوم. فنتحدث عن أنه سيكون هناك تدفق عدد كبير من المساعدات لدخول أكبر عدد من الشاحنات عبر معبر رفح لقطاع غزة. إذا تحدثنا اليوم تحديدا داخل مطار العريش، استقبل مطار العريش عدد من الطائرات كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ومن سلطنة عمان. استقبل مطار العريش طائرتين من المملكة الأردنية الهاشمية، إحدى هذه الطائرات على متنها 45 طن من الأدوية، وطائرة أخرى على متنها 30 طن أيضا من الأدوية. ويستمر تدفق المساعدات من المملكة الأردنية الهاشمية. ثم كان هناك أيضا استقبال الطائرة 16 من المملكة العربية السعودية، هذه الطائرة يعني على متنها ما يقرب من 38 طن من المواد الغذائية والطبية والإيوائية. وأيضا استقبلت طائرة أخرى بها سيارتين إسعاف، وستستقبل أيضا أو سيستقبل مطار العريش سيارة أخرى تابعة للمملكة العربية السعودية بها سيارتين إسعاف، فبالتالي يصبح إجمالي عدد سيارات الإسعاف 4 سيارات إسعاف مقدمة من المملكة العربية السعودية، مع استمرار بالطبع تدفق المساعدات عبر الجسر الجوي والبحري بالنسبة للمملكة العربية السعودية. أما سلطنة عمان وصلت طائرة أيضا بها عدد 22 طن من المواد الغذائية، وسيستمر أيضا في تدفق المساعدات لحين الانتهاء من 100 طن من المساعدات الغذائية من سلطنة عمان، ثم البدء في تدفق المساعدات الطبية مرة أخرى. فبالتالي هذه هي الصورة من مطار العريش اليوم. عودة إليكم مرة أخرى.